أردوغان الذهبي من مدينة المانية. أزالت السلطات المحلية في مدينة فيسبادن الألمانية التمثال الذهبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واللي أثار جدلا كبير جدا في البلاد. احنا شايفينه قدامنا ده التمثال الذهبي، هو أنا مش عارفة هو كان موجود ليه، يعني التمثال المحطوط ليه أصلا في المدينة. وتسبب التمثال بلغ طوله 4 متر بعدم ارتياح سكان المدينة الواقعة غربي البلاد. وأوضح منتقدو أن التمثال، يعني التماثيل عادة بتكرم الرموز قدمت خدمات جليلة للبشرية، ما بتحتفيش أبدا برئيس سجن الآلاف من الأشخاص، وأطلق تصريحات منوئة للديمقراطيات الغربية حتى يستميل أنصاره بنهج شعبوي، في إشارة طبعا للرئيس التركي أردوغان. وقالت وسائل إعلام ألمانية أن فرقة إطفاء قامت بإزالة التمثال وشالته على شاحنة بقى، وشوفوا مش عارفة ودوه فين زي ما احنا شفنا قدامنا كده في الفيديو.